مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى حلقة ثنائي الخبر لهذا اليوم، والتي نناقش فيها استهداف طائرات نظام الأسد لرتلين تركي كان متجها إلى نقطة مورك للمراقبة، وكذلك خان شيخون، وأيضا آخر التطورات في الشمال السوري. طبعا أفاد مراسل حلب اليوم بأن غارة جوية استهدفت طريق حلب دمشق الدولي بالقرب من رتل عسكري تركي ضخم في محيط مدينة معرة النعمان جنوب إدلب، فيما تواردت أنباء عن تحضيرات تركية لإنشاء نقطتي مراقبة عسكريتين جديدتين قرب مدينة خان شيخون. نتابع المزيد في التقرير التالي. على وقع الضربات الجوية التي ينفذها الروس والنظام في ريف إدلب، تتحرك أنقرة بشكل أوسع هذه المرة. أرتال عسكرية تعبر الحدود إلى خان شيخون بالقرب من نقطة المراقبة التركية، نقطة كانت تراقب اتفاق خفض التصعيد الذي أنهته روسيا منذ أكثر من شهرين. اليوم وصل رتل عسكري تركي ضخم إلى مدينة سراقب، كما توجهت قطع عسكرية تركية من نقاط المراقبة المنتشرة في الشمال السوري إلى نقطة المراقبة الموجودة في مدينة مورك. فما هو الهدف من الزج بهذا الكم من العسكر والآليات؟ وكالة أنباء تركية نقلت عن مصدر عسكري تركي في إدلب أن أنقرة تحضر لإنشاء نقطتي مراقبة تركيتين جديدتين بين النقطة التاسعة في مدينة مورك شمالي حماة والنقطة العاشرة في مدينة شيرمغار غربي حماة، موضحا أن الهدف من تلك التحركات منع قوات النظام من التقدم. هذه التحركات لم تمنع الطيران الروسي من استهداف الرتل التركي في معرة النعمان أثناء مسيره إلى هدفه، ما أدى إلى مقتل عنصر من فيلق الشام وجرح آخرين كانوا برفقته. كما استهدف الطيران جسر معرة النعمان على بعد 400 متر من الرتل، ما أجبره على التوقف. وزارة الخارجية في حكومة النظام اتهمت تركيا بإرسال دعم لجبهة النصرة والمقاتلين في ريف إدلب حسب ما نشرت وكالة سانا التابعة للنظام. ومع تقدم قوات النظام باتجاه خان شيخون وما قابلها من حراك عسكري لرتل تركي وقصف من النظام لمحيط الرتل، يجري الحديث عن احتمالية كبيرة لصدام عسكري بين قوات النظام التي تريد السيطرة على خان شيخون والجيش التركي الذي يريد بقاء المدينة تحت سيطرة فصائل المعارضة. للحديث حول ذلك معنا القيادي في الجيش الحر مصطفى سيجري، إضافة للسيد مصطفى إدريس الباحث في مركز رؤى للدراسات. أرحب بكما، والبداية معك سيد سيجري، يعني هل ما يزال الرتل التركي واقفا أم أنه تحرك باتجاه الجنوب وفق معلوماتك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية دعيني أشير إلى أن ما حدث اليوم من استهداف للتعزيزات العسكرية التركية القادمة باتجاه المنطقة يعتبر تطورا مهما، وأعتقد أن المرحلة القادمة لن تشبه المرحلة السابقة. تركيا صرحت من خلال وزارة الدفاع التركية بأن ما قام به النظام هو تصرف غير مقبول ويستوجب الرد، وأيضا نعتقد أننا في الساعات القادمة سوف نشهد تطور ملحوظ على صعيد التواجد التركي في هذه المنطقة. نؤكد هنا أن ما حدث اليوم هو محاولة من الجانب التركي من أجل تدعيم موقف القوى السورية في هذه المنطقة وإنشاء نقطتي مراقبة في محاولة لمنع عصابات الأسد من التقدم باتجاه مدينة خان شيخون. ونظام الأسد يدرك مدى يعني خطورة التدخل التركي في هذه المرحلة وبهذه الطريقة. تعتبر هذه النقطتين التي يراد إنشاؤهما الآن خارج سياق التفاهمات التركية الروسية، وأيضا هذا يعتبر تطور جديد. طبعا حتى هذه اللحظة لم يتحرك الرتل باتجاه ما خطط له أو النقطة التي يجب أن يصل إليها من شدة القصف التي يعني القصف الذي يتم استهداف به هذه المنطقة، ولكن أنا أعتقد بأنه في أقرب وقت ممكن ربما أقل من ساعات سوف يتجه الرتل باتجاه النقاط التي حددها لإنشاء نقطتي المراقبة الجدد. نعم، أتوجه بسؤالك سيد إدريس، يعني كيف تنظر لاستهداف نظام الأسد للرتل التركي في إدلب؟
نعم سيدتي، ولاية التحية التي وضفت الكريم سيد المشاهدين. أنا باعتقادي أن التحرك تحرك إيراني بالدرجة الأولى بواسطة قوات نظام بشار الأسد، بعيدا عن الرغبة الروسية. لا أعتقد أن هناك رغبة روسية صريحة بمعاجمة أي قوات تركية يمكن أن تتحرك ضمن الاتفاقات بكل تأكيد أعدت مسبقا. المسألة يعني لم تكن عبثية، إن كانت تحرك القوات التركية أو حتى الاتفاقات التي جرت خلال الفترة الماضية لمحاولة بشكل أو بآخر إيجاد تفاهمات ترضي جميع الأطراف ضمن إطارات معينة سياسية بالدرجة الأولى، بعيدا عن العسكرة والتقدمات العسكرية. تركيا تريد وقف النزيف العسكري، تريد وقف تقدم قوات النظام وشن غارات أكثر على المدنيين في المناطق التي تعتبر خارج سيطرة النظام. هي تحاول العمل بشكل سياسي بالدرجة الأولى، والعمل العسكري وإن كان هو فقط لتدعيم القوى الثورية كما تفضل ضيفك الكريم، إضافة إلى إرساء عمليات أمنية ضمن النقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقا. أعتقد أن التحرك هو تحرك إيراني بامتياز، بعيدا عن التفاهمات الروسية التركية بواسطة قوات نظام بشار الأسد. وأعتقد أن الرد أيضا سيكون بالفعل رد قوي. لا أعتقد أن المسألة ستمر مرور الكرام. أعتقد أن الرد التركي والتصاريح بدأت بالفعل، سيكون خلال الساعات القادمة سيكون هناك أهداف أكبر على الأرض أكبر مما نشاهده حاليا. نعم طيب سيد سيجري، يعني تحدثنا عن ما حصل مع الرتل التركي بعد استهدافه. قبل استهداف هذا الرتل إلى أين بالتحديد كان متوجها؟ طبعا الهدف من دخول هذه التعزيزات العسكرية يوجد ثلاثة أهداف. الهدف الأول هو تعزيز نقطة المراقبة داخل مورك، وأيضا إنشاء كما قلنا نقطتي مراقبة في منطقة الشرق من مدينة خان شيخون، يعني تحديدا كي لا يسمح لنظام بشار الأسد الوصول إلى الطريق الدولي حلب دمشق. فبالتالي هدف الرتل كما قلنا هو إنشاء نقطتي مراقبة لتمنع عصابات الأسد من التقدم باتجاه الأوتوستراد الدولي، وأيضا منعه من إطباق الحصار على مدينة مورك واللطامنة وكفر زيتا. كلنا يعلم بأن وصول عصابات الأسد إلى مدينة خان شيخون، فبالتالي أصبحت هذه المناطق الثلاث مورك كفر زيتا اللطامنة في حصار كامل وخانق. وأيضا لا يمكن نسيان بأن أيضا هناك نقطة مراقبة تركية داخل مدينة مورك، فبالتالي حصار أو جعل النقطة التركية داخل حصار من قبل عصابات الأسد هذا للجانب التركي أيضا شيء غير مقبول إطلاقا. ولكن دعيني أؤكد هنا أهمية هذا الموضوع أو أهمية التطور الحاصل اليوم، هو بأن هذه التحركات التركية الأخيرة جاءت بعيدا عن أي تنسيق مع الجانب الروسي أو مع الجانب الإيراني، على اعتبار بأنهما طرفي ضامني كما يقال أو كما يصرح به سابقا من خلال اتفاقات أسيتانا والسوتشي. هذا تصرف أحادي الجانب من الجانب التركي، وأيضا قيام النظام باستهداف الرتل وبهذه الطريقة، يعني أعتقد بأننا أمام مرحلة جديدة كليا. إضافة إلى ذلك بأن قوات الجيش الوطني قد عززت من وجودها العسكري وأرسلت مزيد من القوات باتجاه الخطوط الأولى ومناطق الاشتباك، فبالتالي نعتقد بأننا نكرر ونقول أمام مرحلة جديدة تماما. طب بما أنه هذا التصرف كان أحادي الجانب كما تقول سيد سيجري، يعني هل يمكن أن تكون أو ما احتمالية أن تكون روسيا قامت أو ساعدت النظام بقصف هذا الرتل أيضا كتصرف أحادي؟ أنا أؤكد بأن إدخال التعزيزات العسكرية التركي هو ما قصدت به بتحرك أحادي الجانب بعيدا عن التفاهمات السابقة، ولكن أؤكد بأن ما قام به الاعتداء على التعزيزات التركية لا يمكن أن يتم إلا من خلال الضوء الأخضر والتنسيق الكامل مع الجانب الروسي. النظام لا يمتلك الجرأة إطلاقا بأن ينفذ مثل هذه العملية بعيدا عن أسياده الروس، فبالتالي هو بالتأكيد قد تلقى ضوءا أخضرا. وأيضا نذكر بأن غرفة العمليات العسكرية التي تشن الهجمات الإرهابية باتجاه هذه المنطقة هي تدار من مجموعة جنرالات روس بعيدا عن
القيادات التابعة للنظام، إذا صاحب القرار في هذه المنطقة هو الجانب الروسي. دعيني أعرج قليلا على ما تفضل به الأستاذ مصطفى إدريس ضيفك حول أن ما حدث هو تصرف أو ناتج عن إرادة إيرانية بحتة بعيدا عن الجانب الروسي وجانب النظام. من وجهة نظري هذا الأمر لا 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 نعتقده لعدة أسباب، أهمها بأن حتى المشاركة الإيرانية في هذه المعركة لم تكن قائمة ما قبل اتفاق تركيا أمريكا بما يخص المنطقة الآمنة، فعلي إيران كان طالما تطغ الجانب التركي، ولكن أعتقد أن القوات التركية الأمريكية مؤخرا قد دفعت اتجاه الإيرانيين إلى المشاركة، ولكن ومن وجهة نظر لا أعتقد بأن الإيراني ربما يذهب إلى مثل هذا التصعيد لأنه يدرك مدى خطورة إغضاب الجانب التركي تماما، على اعتبار بأننا على أبواب تفاهمات أكبر ما بين الجانب التركي والجانب الأمريكي، وبالمقابل بالتأكيد هو سوف يكون ليس لصالح الميليشيا الإيرانية المتواجدة على الأراضي السورية. نعم، سنذهب إلى فاصل ثم نعود لنتابع الحوار حول هذا الموضوع مشاهدينا، كيف يؤثر استهداف الرتل التركي على مصير خفض التصعيد؟ ابقوا معنا. من بين اليأس والتهجير والحرب والدمار يضيء هذه الظلمات بصيص أمل يرسمه أشخاص حاولوا تجسيد أحلامهم على أرض الواقع. سواعد تنسج لنا في كل أسبوع حكاية نجاح تبث فينا أمل سوريا المستقبل. سواعد أمل تشاهدونه على قناة حلب اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر، والتي نناقش فيها استهداف طائرات النظام لرتل تركي كان متجها إلى نقطة مورك للمراقبة وأيضا التطورات في الشمال السوري. طبعا سيطرت قوات النظام والميليشيات الموالية لها على حاجز الفقير الواقع شمال غرب مدينة خان شيخون، وتسعى قوات نظام الأسد إلى محاصرة المدينة والوصول لطريق حلب دمشق الدولي. نتابع المزيد في المادة التالية. تقترب قوات النظام شيئا فشيئا من حصار مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، متبعة سياسة الأرض المحروقة. عمادها كثافة القصف الجوي والمدفعي، حيث تلعب القوات الروسية الدور الأبرز في ذلك. معارك عنيفة بين الفصائل وقوات النظام شهدتها جبهة خان شيخون، تمكن خلالها النظام من السيطرة على حاجز الفقير الواقع شمال غرب المدينة ليكمل تقدمه باتجاه الأراضي الزراعية، وليكون على مسافة مئات الأمتار من الطريق الدولي حلب دمشق بحسب ما أفاد به مراسل حلب اليوم. سبق عملية السيطرة على حاجز الفقير
هجوم للفصائل المقاتلة على مواقع النظام في مزرعة الصباغية وكفر دون جنوب كفر سجنة من خلال استخدام عربات مفخخة وصواريخ جراد والمدفعية، لتعلن غرفة عمليات الفتح المبين مقتل وإصابة العشرات من قوات النظام، إضافة لتدمير آليات عسكرية. طائرات النظام وروسيا كثفت من قصفها على مدن معرة النعمان وخان شيخون وبلدات حيش وبابولين وكفر سجنة والحميدية، مستخدمة الصواريخ الارتجاجية والصواريخ شديدة الانفجار. سيد سجري، بالنسبة لمدينة خان شيخون، كيف تقيم الوضع العسكري هناك؟ طبعا إلى الآن يمكن قول بأن المدينة صامدة من خلال وجود العسكري للقوى الثورية في هذه المنطقة، وأيضا بالتعزيزات التي وصلت إلى هذه المنطقة من قبل قوات ووحدات الجيش الوطني. نعتقد بأن الأمور جيدة إلى حد ما، إلا أن ما يحدث يعني من عملية تدمير لكل شيء، سياسة الأرض المحروقة التي ينفذها العدو باتجاه السيطرة على مزيد من المناطق، وأيضا الوصول إلى خان شيخون يعني إلى الأكاد لا يوصف حقيقة، إلا أن القوات العسكرية ما زالت تسيطر على المدينة وتؤكد بأنها ثابتة وصامدة، وأيضا نعتقد أن ساعات الليل سوف تكون حاسمة باتجاه إعادة الكرة. يعني لطالما ما شهدنا بأن القوى الثورية باستطاعتها أن تحقق نتائج إيجابية وأن تستعيد بعض المناطق التي تخسرها في النهار من خلال المعارك الليلية. عصابات الأسد يعني هي تعرف بالجبن ولا تملك الشجاعة للبقاء ليلا، وخصوصا إن كان هناك إغارات من قبل الفصائل الثورية على هذه المناطق. إلى حد هذه اللحظة يمكن القول بأن الأمور جيدة. طب قوات الجيش الوطني هل انتشرت على محاور الاشتباكات هناك؟ نعم، بكل تأكيد وصلت وحدات من الجيش الوطني بالتنسيق مع الأخوة في الجبهة الوطنية للتحرير، وهي تشارك الجبهة الوطنية للتحرير في المعارك الجارية الآن. سيد إدريس، بالنسبة لتركيا، هل تعتقد أنها جادة في منع النظام من السيطرة على خان شيخون؟ نعم سيدي، يعني أنا أتفق مع ضيفك الكريم في كثير من النقاط وأختلف أيضا في كثير من النقاط. نعم، تركيا جادة، تركيا تريد الحصول على المنطقة التي تم رسمها سابقا لمحاولة بشكل أو بآخر إيقاف الحدود السورية التركية إلى مرحلة توازن ومرحلة أمان بعيدا عن أي عمليات عسكرية من قبل الروس أو النظام أو حتى الإيرانيين، هذه بالدرجة الأولى. لذلك سيدتي المسألة تتعلق بأمن المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا. لا أعتقد أن التحرك التركي تحرك يعني من طرف واحد، المسألة تتعلق بتفاهمات. كل ما دار على الأرض السورية منذ بداية العمليات العسكرية من قبل جميع الأطراف وحتى يومنا هذا هي عمليات مدارة بتفاهمات مسبقة، الهدف منها فقط إدارة المسألة بالدرجة الأولى وليس إنهاء هذه المسألة. هذه النقطة التي يجب أن يعيها الجميع. اليوم عندما يحدث أي أمر على الأرض، هذا الأمر كان بتفاهمات مسبقة، لا طرف من الأطراف يتحرك بشكل أحادي الجانب أو بشكل منفرد بعيدا عن أي تفاهمات مسبقة. حتى التفاهم الذي جرى ما بين الأتراك وما بين الأمريكان كان بموافقة واتفاقات أمريكية تركية روسية. نعم، إيران قد تختلف هي والنظام حول هذه التفاهمات لا تريدها، ولكن هذا لا يعني شيئا. المسألة تتعلق بالدرجة الأولى بتفاهمات أكبر بكثير مما يريده النظام وإيران. اليوم النظام أداة بيد الإيرانيين، تحركه كيفما تشاء بغض النظر عن أي تفاهمات مسبقة. لذلك سيدتي أنا أقول أن لا أي تفاهمات كانت تكون، أي تحركات عفوا كانت تكون هذه التحركات بشكل منفرد. كما قلت في البداية، المسألة تتعلق بتنفيذ الاتفاق الذي جرى ما بين الأمريكان والأتراك، الأمن المنطقة الشمالية أو الحدود السورية التركية بالدرجة الأولى، والمحافظة على التوازنات حتى إيجاد صيغ أخرى لاتفاق لما بعد المؤتمرات التي تحدث من خلال إيجاد التفاهمات في تلك المؤتمرات التي يمكن أن تحدث في المستقبل. المسألة تتعلق سيدتي
اليوم بالدرجة الأولى بإيجاد توازنات عسكرية لتحقيق توازنات سياسية. أما أن نتحدث أن طرف من الأطراف يتحرك بمفرده، أعتقد أن هذه المسألة بعيدة كليا عن أرض الواقع. طب بما أن يعني عدنا للحديث عن الرتل التركي، النظام سبق له وأن استهدف نقطة مراقبة تركية أو ما حولها يعني، والآن استهدف رتل عسكري تركي، هل تعتقد أنه في المرات القادمة سيستهدف أكثر أو مجددا أرتال عسكرية تركية؟ أعتقد أن الكعبة الوحيد لجماع النظام هي روسيا بالدرجة الأولى. إذا كان يعني أي عملية من قبل النظام، هذه العملية لا يمكن أن تكون إلا بموافقة روسية من عدمها. إن كانت بموافقة روسية، يعني شاهدنا سابقا عمليات لقوات النظام جرت بموافقة روسية، وروسيا لم تتحدث حول المسألة كليا. كأيضا في ذات الوقت كانت التحركات العسكرية التركية ودعم الأتراك للقوى الثورية الموجودة على الأرض أيضا واضحا، لأن لا تفاهمات جرت مسبقا حول ما حدث. أما اليوم أعتقد المسألة مختلفة تماما، أعتقد أن المسألة اليوم لم تكن بعلم روسي، لم تكن برضا روسي، وأعتقد أن المسألة يعني ستكبر أكبر مما يعني يمكن أن شاهدناها سابقا. أعتقد أن المسألة أن روسيا اليوم تحرك تحركات مختلفة عما تحركته في السابق، لأن هذا الاتفاق كان بخلاف أي اتفاق روسي تركي. نعم، طيب سيد سجري، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ طبعا يعني بالنسبة لي ما تفضل به الأستاذ مصطفى إدريس غير مفهوم، على اعتبار بأن من يقود العمليات العسكرية في مواجهة القوى الثورية هم الجنرالات الروس. غرفة العمليات الآن ومن مصادر موثوقة ومطلعة بشكل كامل، من يقود هذه الهجمات الإرهابية باتجاه المنطقة هم الروس. فبالتالي كيف للنظام أن يقصف الرتل العسكري، وكيف لأن يكون هناك تحركات للنظام باتجاه السيطرة على مزيد من المناطق بعيدا عن التنسيق مع الجانب الروسي؟ وإن قلنا بأنه نسق مع الجانب الروسي، واستنادا على ما تفضل بها الأستاذ إدريس بأن لا يمكن أن يتم أي شيء بشكل أحادي، أي أن هناك تفاهما تركيا روسيا يفضي إلى أمر ما، فبالتالي أفهم بأن يعني روسيا كل ما تقوم به في المنطقة هو بتفاهم مع الجانب التركي. وإن قلنا بأن إيران تتصرف بشكل منفرد بعيدا عن الجانب الروسي وبعيدا عن الجانب التركي، فبالتأكيد هذا الأمر يعني من وجهة نظري أيضا أنا أؤكد بأنه غير منطقي، على اعتبار بأن غرفة العمليات العسكرية وخصوصا القوة ما يسمى بقوات النمر هي تقاد من قبل الجانب الروسي، فبالتالي أين هي يعني أين هي الإرادة الإيرانية المتفردة لأن تقوم بعملية عسكرية بعيدا عن الجانب الروسي؟ فهذا الشيء بالنسبة لي غير مفهوم، وأنا هنا أستند على معلومات ومعطيات من خلال المتابعة ومن خلال يعني مصادرنا الخاصة، نؤكد بأن هذه العملية العسكرية كلها تدار من قبل الجانب الروسي. وطبعا أنا أتفق مع الأستاذ إدريس على أن كل الاتفاقات السابقة كانت هي نتيجة تفاهمات تركية روسية بالتأكيد، لا خلاف على ذلك، ولكن أعتقد اليوم بأن كلا الطرفين إن كان الجانب التركي والجانب الروسي قد وصلا إلى حد ما يمكن القول إلى طريق مسدود حول ملف إدلب، على اعتبار بأن روسيا ما زالت تدفع باتجاه إعادة إنتاج نظام بشار الأسد وإعادة تمكينه من المنطقة، ربما تتخلى عن مدينة إدلب وما حولها ولكن بشروط. هي دفعت سابقا بأن يكون لها مشاركة بما يخص تفاهمات المنطقة الآمنة، أي تكون طرف مع ما بين الجانب التركي والجانب الأمريكي، ولكن ما حصل في التفاهمات الأخيرة تم إبعاد الجانب الروسي وحصلت التفاهمات بعيدا عن روسيا، فباتت المنطقة الآمنة هي منطقة عمليات تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وتم إبعاد موسكو. وعليه نحن نتفهم هذا الغضب الروسي لأنها نعتبرها، وكما قلنا في عدة حلقات سابقة، أن كل هذا التحرك الروسي هو يأتي بمثابة رسائل غضب على التفاهمات التركية الأمريكية، لأن روسيا تدرك تماما أي تقارب ما بين أنقرة وواشنطن في شمال شرق سوريا لن يقف عند حدود المنطقة الآمنة، بل سوف يمتد ليشمل كامل المناطق المحررة. وأيضا قلنا سابقا بأن هذه التفاهمات التركية الأمريكية إن نجحت فإنها سوف تنعكس أيضا إيجابا على ملف
على العملية السياسية بشكل عام وعلى كل القضايا العالقة في المنطقة، ومن ضمنها أيضا إخراج إيران من داخل الأراضي السورية. نعم، سننتقل من استهداف الرتل التركي إلى منطقة خفض التصعيد. ستبقى معي سيد مصطفى سيجري، وأيضا كل الشكر لك سيد مصطفى إدريس الباحث في مركز رؤى للدراسات لمشاركتك معنا في هذا الملف. مشاهدينا، بعد الفاصل، هل تدفع تركيا بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى منطقة خفض التصعيد؟ ابقوا معنا. واقع متغير وتحديات كبيرة، مشاكل وعقبات إدارية ومؤسساتية. نفتح الملفات، نتابع، نفتش عن القضايا التي تهمكم وتمس حاضركم ومستقبلكم. نبحث في الأسباب ونهتم في إيجاد الحلول لها مع المختصين وأصحاب القرار، لأن قضاياكم هي قضايانا. سأكون معكم أنا مصطفى عبد الله كل أسبوع في برنامج قضايا على قناة حلب اليوم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر، والتي نتحدث فيها عن استهداف طائرات النظام لرتل تركي كان متجها إلى نقطة مورك للمراقبة، وأيضا آخر التطورات في الشمال السوري. قبل ذلك نتابع أبرز وآخر تطورات الأوضاع لهذا اليوم. تركيا تعلن مقتل 3 مدنيين بقصف جوي استهدف رتلاً تابعاً لها أثناء توجهه إلى نقطة المراقبة 9 في إدلب، ووزارة الدفاع تدين الهجوم وتصفه بأنه يتناقض مع الاتفاقيات القائمة. قوات النظام تستهدف بأكثر من 100 صاروخ بلدة حيش ومحيطها في ريف إدلب الجنوبي بالتزامن مع غارات جوية مكثفة على ريفي حما وإدلب. بسم الله، يا الله يا الله يا الله يا الله. فصيل جيش العزة يعلن تدمير مدفع وعربة ومقتل وإصابة العديد من عناصر النظام باشتباكات على محوري الفقير وتل ترعي في ريف إدلب الجنوبي. نائبة رئيس الائتلاف ديما موسى تقول إن المجتمع الدولي أثبت بأنه ليس فقط لا يريد أن يرى ما يحصل في سوريا، بل هو مصاب بشلل كامل، وخاصة مع تأجيل مجلس الأمن جلسته الشهرية حول سوريا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي يقول إن الإعلانات والاتفاقات التي صدرت عن المسؤولين الأمريكيين والأتراك بشأن إقامة منطقة آمنة شمال سوريا مستفزة ومثيرة للقلق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة أدارت مباحثات جيدة مع الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بهدف خفض عدد جنودها الأمريكان في أفغانستان إلى 13,000.
انخفاض جديد في سعر صرف الليرة السورية لتسجل 614 للدولار الواحد و681 أمام اليورو و110 ليرات مقابل الليرة التركية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حلقة اليوم التي نناقش فيها استهداف طائرات النظام لرتلان تركي كان متجها إلى نقطة مورك للمراقبة وأيضا آخر التطورات في الشمال السوري. طبعا نتابع مشاهدينا مقاطع مصورة للأرتال التركية التي دخلت سوريا هذا اليوم والتي تعرضت للقصف من قبل طيران النظام. طبعا معنا للحديث عن هذا الموضوع سيد مصطفى سيجري القيادي في الجيش الحر معنا من اسطنبول إضافة لبدر كجك مراسل حلب اليوم من الشمال السوري. أهلا بكما ضيفي. البداية معك سيد مصطفى سيجري، يعني تحدثنا قبل قليل عن أن هذا الرتل العسكري التركي كان متجها يعني ربما لإقامة نقاط مراقبة جديدة، لكن على الأرض ما إمكانية إنشاء هذه النقاط وما هي أماكن حتى إقامتها؟ طبعا يعني من الواضح محاولات عصابات للأسف التكثيف من التمهيد العسكري باتجاه هذه المناطق، لأنها تدرك بأن تثبيت نقطتي المراقبة الجدد هو سوف يمنع ميليشيا النظام من التقدم باتجاه مدينة خان شيخون، وبهذا يتم قطع الطريق على هذه القوات المعتدية. فبالتالي هو كثف في الساعات الأخيرة القصف باتجاه هذه المناطق كي لا يعطي أي فرصة لوقف إطلاق النار، وأيضا ليتم يعني ليكون باستطاعة الجانب التركي بناء هذه النقاط المراقبة الجدد. طبعا كما قلنا بأن نقطتي المراقبة الجدد سوف يكونوا بمحاذاة الطريق الدولي دمشق حلب، فبالتالي إن تم وضع نقطتي المراقبة الجدد سوف يتم تأمين هذه المنطقة، يعني ليس هناك إمكانية لأن يكون إحدى هذه النقاط في خان شيخون مثلا. عفوا لم أفهم السؤال. كنت أقول لك يعني ليس هناك إمكانية في أن تكون إحدى هؤلاء أو هاتين نقطتي المراقبة الجديدتين في خان شيخون لمنع المزيد من القصف وتقدم النظام. نعم، وصلنا من الجانب التركي بأن رتل التعزيزات هو يهدف بالدرجة الأولى لوضع نقطتي مراقبة جدد على أطراف خان شيخون، وأيضا لتعزيز قوات نقطة المراقبة داخل مدينة مورك. لعلنا أن انتظرنا يعني قليل من الساعات سوف يتضح المكان الرئيس لوضع هذه وتمركز هذه القوات التركية، ولكن ما يمكن تأكيدها الآن بأن الهدف من إدخال هذه التعزيزات هو لقطع الطريق على عصابات الأسد من الوصول إلى مدينة خان شيخون. بدر توجه لك، ما هي خسائر نتيجة القصف على حيش تحديدا؟ بدر كجك هل تسمعني؟
أعود لك سيد سيجري يعني حتى يتم الاتصال بمراسلنا. يعني هذا القصف المكثف على القرى في إدلب والمدن طبعا هناك في إدلب الجنوبي، هل وراء هذا القصف رسائل ربما موجهة من روسيا إلى تركيا؟ طبعا إن نظرنا إلى التصريحات الأخيرة سواء كانت الصادرة عن الكرملين أو حتى اللي الصادرة عن طهران، كلا الطرفين قد أكد انزعاجه من التفاهمات الأمريكية التركية الأخيرة، ويعني ما جاء في التقرير منذ قليل بأن إيران طهران أكدت بأن هذه التفاهمات التركية الأمريكية هي مستفزة ومدعاة لعدم الاستقرار في المنطقة. فبالتالي هو موقف واضح من الجانب الإيراني ومن الجانب الروسي بأن التفاهمات التركية الأمريكية في سوريا طبعا والقاضية إلى إقامة المنطقة الآمنة غير مقبولة لكلا الطرفين. فبالتالي روسيا ولطالما عودتنا بأنها ترسل إن أرادت إيصال أي رسالة إلى الجانب التركي فهي تستخدم منطق القوة والقصف ويعني الإجرام بحق المدنيين في المناطق المحررة. سابقا كان الاحتلال الروسي يذهب باتجاه تحريك ميليشيا حزب العمال الكردستاني المتواجد في مدينة تل رفعت وما حولها بهدف يعني استفزاز الجانب التركي. الآن من الواضح بأنه يعني يدفع باتجاه السيطرة وقضم مزيد من المناطق لإخلال بشكل كبير بالتفاهمات التي وقعت ما بين الرئيس بوتين والرئيس رجب طيب أردوغان في سوتشي. فبالتالي هذا الموقف من الاحتلال الروسي إلى حد ما إن نظرنا إلى القضية السورية بشكل عام نتفهم هذه التصرفات على اعتبار أن الاحتلال الروسي قد استشعر الخطر، خطر التفاهمات التركية الأمريكية، وطالما قلنا بأن هذه التفاهمات إن تمت بما يخص المنطقة الأمنة بالتأكيد سوف تتوسع وسوف تكون بداية ونهاية على حساب الاحتلال الروسي والاحتلال الإيراني في سوريا. أعود لك مراسلنا بدر كجك، لو تتحدث لنا عن الخسائر نتيجة القصف عموما في إدلب وخاصة على حيش. نعم حلا، لا تزال إلى هذه اللحظة طائرات قوات النظام تحلق فوق سماء ريف إدلب وأرياف حماد لتشن غارات مكثفة بصواريخ فراغية وصواريخ الانفجار على بلدة حيش بالتحديد ومحيط مدينة خان شيخون. الآن أكثر من إلى هذه اللحظة أكثر من 100 صاروخ تم استهداف مدينة حيش بها مخلفة أضرار كبيرة جدا في البنى التحتية والمنشآت الحيوية في المنطقة، بالإضافة إلى إصابات في صفوف المدنيين الذين حاولوا إخراج أغراض منازلهم باتجاه مناطق الشمال السوري ومخيمات الأطمة. هناك أكثر من 4 إصابات بينهم طفل مصاب بجروح تم تحويله الى مشافي مشفى محافظه ادلب لتلقي العلاج. ايضا استهدفت الطائرات الحربيه الروسيه وطائرات قوات النظام محيط بلده كفرنبل وبلده كفرسجنة ومدينه خان شيخون وتل الفقير الذي لا يزال الى هذه اللحظه تحاول قوات النظام التقدم على ذلك المحور، وتمكن الثوار من صد محاولات التقدم وتدمير عربة لقوات النظام وسيارة محملة بالعناصر ومقتل جميع العناصر الذين كانوا في تلك الآلية. أيضا رجمات قوات النظام استهدفت عدة مناطق متفرقة في ريف إدلب الشمالي والجنوبي مخلفة أضرار بشرية وأضرار مادية. هناك أكثر من 3 إصابات في محيط بلدة كفرنبل، أيضا بالإضافة إلى الضحايا الذين سقطوا في قصف الطائرات للرتب التركي في على الجسر المشاد في مدينة معرة النعمان في ريف إدلب. أيضا هناك أكثر من 10 جرحى بسبب ذلك القصف. لا تزال فرق الدفاع المدني إلى هذه اللحظة في مدينة في بلدة حيش تحاول إزالة الأنقاض الذي خلفتها صواريخ قوات النظام، كما استهدفت قوات النظام أيضا سيارة تتبع للدفاع المدني دون وقوع أضرار. تمكن الفريق من النجاة من تلك الراجمات، راجمات الصواريخ. الطيران الاستطلاع لا طيب نعم فقدنا الاتصال أو يعني ربما هناك خطأ في الانترنت. بدر سنعود إليك، بكل أحوال يعني سنذهب إلى فاصل. مشاهدينا، ما هي مخططات روسيا ونظام الأسد لمنطقة خفض التصعيد خلال الفترة القادمة؟ ابقوا معنا.
أرقام ومؤشرات ترتفع وتنخفض، خسائر بمئات المليارات ونزيف بالثروة البشرية، تضرر كبير بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية. نقترب من الناس ونسلط الضوء على همومهم وإنجازاتهم، ونحلل واقع الاقتصاد السوري ونناقش مستقبله مع خبراء اقتصاديين. برنامج اقتصاد سوري أقدمه لكم أنا براء باشا على قناة حلب اليوم. سوريا بروح شبابها، ولأنه عادتنا هي أنتو. برنامج شباب لك بيطرح وبيعالج مشاكل وهموم الشباب، قضاياهم ونجاحاتهم بسوريا وبدول اللجوء، كل شيء بيتعلق بالصحة والتكنولوجيا، أهم المواضيع المطروحة على السوشيال ميديا رح تشوفوها أسبوعياً. معي أنا إسماعيل مسالمة وأنا آلاء الأحمد على شاشة قناة حلب اليوم الفضائية. كل يوم تطلع فيه الشمس تعترضنا مسائل وأحكام معاصرة، نقرأ فتوى، نسمع حكما، نستفسر عن نازلة مستجدة، نستذكر حكما فقهيا، نبحر وإياكم مشاهدين الأعزاء في قارب العلم والشريعة. فاسألوا أهل الذكر، برنامج حواري أسبوعي نستضيف فيه علماء مختصين لنجيب على أسئلتكم الفقهية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في حلقة اليوم التي نتحدث فيها عن استهداف طائرات النظام لرتل عسكري تركي، وأيضا آخر تطورات الأوضاع في الشمال السوري. طبعا تسببت حملة النظام العسكرية على إدلب وحماة بأكبر موجة نزوح شهدتها سوريا منذ عام 2011، ما يجعل من المنطقة عاجزة عن الاستجابة العاجلة للنازحين وسط استمرار تدفق الآلاف من النازحين الفارين من القصف. نتابع التقرير التالي. فارون من لهيب القصف وخطر اقتراب قوات النظام من مدنهم وقراهم، آلاف النازحين من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي يصلون يوميا إلى شمال إدلب دون وجهة محددة، مصطحبين ما تبقى لهم من أثاث منازلهم، باحثين عن أماكن أقل خطرا وأكثر أمنا. إيه ما خلوا نوع من الصواريخ، ما خلوا نوع من القنابل، ما خلوا نوع، لك ما ضل غير الكيماوي ما دبوا. وعانينا ما بقى نحسن، صار لي 6 سنين بخان شيخون عبقول ماني رايح شمال ماني رايح، بعدين غصب عني ايش بدي اسوي؟ ضبيت هالاولاد وقلت لهم الله، وهلا رايحين على باب الهوى، وين رايحين؟ وين جايين؟ اقسم بالله ما بنعرف. اكتظاظ قرى وبلدات شمالي إدلب جراء موجات النزوح السابقة وعجز مراكز الإيواء ومخيمات النزوح عن استقبال أعداد جديدة يجبر النازحين على النزول في أراض زراعية والمبيت في العراء لأيام، ريثما يقيمون خيامهم مع عجز المنظمات عن التعامل مع أكبر كتلة نزوح يشهدها الشمال السوري منذ 8 سنوات. يوميا عم ننزح بالألاف، يعني من خان شيخون ولا من بابولين ومن التح، ومن اليوم طبعا يوم القصف على دير الشرقي وعلى قطفة، واليوم بلشت حركة نزوح الأكثر كلها اتجاهنا منطقة الشمال، وما لغينا أي مساعدة أو أي تجهيزات للنازحين من ريف إدلب الجنوبي. نريد لك دمعة مية، نريد الله يعزك مراحيض، نريد شيء، ما شفنا لا منظمة خيرية ولا شفنا شيء ولا حد يقرب علينا خالص. إحصائية صدرت قبل أيام عن منسقو الاستجابة في الشمال السوري وثقت نزوح أكثر من 150,000 مدني خلال الأسبوع الأخير فقط، لترتفع أعداد النازحين إلى 900,000 تقريبا منذ أن بدأ النظام تصعيده في شباط الماضي ضد مدن وبلدات حماة الشمالي والغربي وإدلب الجنوبي والشرقي. مع اشتداد حملة القصف على ريف إدلب الجنوبي وسيطرت قوات النظام على عدد من القرى والبلدات، تزداد يوميا موجات النزوح الفارين من الموت باتجاه القرى الحدودية بريف إدلب الشمالي، من استراد باب الهواء بريف إدلب الشمالي. منصور صبرا، حلب اليوم.
بدر، لو تضعنا في صورة الأوضاع الإنسانية في منطقة خفض التصعيد. نعم، على أوضاع إنسانية قاسية جدا يعانيها المدنيون في المناطق، مناطق خفض التصعيد. هناك البقاء في منازلهم يتحتم عليهم الموت بسبب قصف قوات النظام الهمجي والهستيري على الأماكن المدنية والأسواق الشعبية ومراكز تجمع المدنيين. حركة نزوع كبيرة جدا، وبحسب فريق منسقو الاستجابة أن خلال الفترة الأخيرة الماضية هناك أكثر من 150 ألف شخص خرجوا من مناطق خفض التصعيد باتجاه الشمال السوري ومخيمات أطمة. لا تزال حركات النزوح إلى هذه اللحظة مستمرة في مناطق حيش وبولين وخان شيخون وقرى شرق معرض النعمان، حتى مدينة معرض النعمان هناك نزوح كبير جدا من أهالي المدينة خوفا من قصف قوات النظام على المدينة، ولأن قوات النظام بحسب ما يرى الجميع أن لا تفرق بين مدني ولا عسكري ولا نقطة عسكرية ولا جبهة ولا سوق شعبي، بل تصب غضبها بالكامل على الأسواق الشعبية وتجمعات السكنية للمدنيين الذين خرجوا باتجاه معرض النعمان من أرياف حماة الشمالي. الآن سيخرجون مع أهالي معرض النعمان باتجاه مخيمات الشمال السوري، المخيمات الحدودية المتمركزة المتواجدة في أطمة وعدة قرى أخرى. هناك أيضا عائلات خرجت باتجاه المخيمات التي تم إنشاؤها حديثا في الشمال السوري في ريف مدينة عزاز ومدينة الباب وأرياف مدينة جرابلس. يتم تجهيز مخيمات لاستيعاب النازحون والهاربون من قصف ويلات الطائرات ورجمات الصواريخ ليتم إيوائهم فيها بشكل مؤقت رثما يتم تلك الأمور التي أصبحت هاجس لدى المدنيين بشكل عام. بدر، بما أنه يعني خان شيخون تتعرض يعني أكثر من باقي المدن نسبيا طبعا لقصف، هل بقي هناك أي مدنيين داخلها؟ هل أخليت بالكامل أم لا يزال بها قليل من الحياة البشرية؟ حالة بالنسبة لمدينة خان شيخون، مدينة خان شيخون خاوية على عروشها الآن. قوات النظام تبعد عن المدينة 3 كيلومتر فقط. هذا الأمر وحده يدفع المدنيين للخروج من المدينة، عدا عن القصف الذي تتعرض له المدينة بشكل مكثف. كان مدينة خان شيخون هي خزان بشري لتجمع المدنيين قبل هذه الحملة الهمجية التي تشنها طائرات قوات النظام وطائرات الميليشيات الروسية على المدينة ليدفع الفاتورة الكبرى. هم المدنيون الذين كانوا يقطنون في مدينة خان شيخون. الآن مدينة خان شيخون فارغة بشكل شبه كامل من المدنيين ومن سكانها الأصليين ومن الذين كانت تحتضنهم بشكل عام من المهجرين والنازحين إليها، إن كان من الغوطة الشرقية أو محافظة حمص أو حتى محافظة درعا. هناك عائلات سكنت في مدينة خان شيخون كونها هي بوابة إدلب باتجاه محافظة حماة. أشكرك جزيل الشكر بدر كجك مراسل حلب اليوم، كنت معنا من الشمال السوري. وأبقى معك سيد مصطفى سيجري، يعني برأيك ما هي مخططات روسيا ونظام الأسد لمنطقة خفض التصعيد خلال الفترة القادمة؟ من الطبيعي أنه يمكننا القول الآن أنه لم يبقى هناك شيء اسمه خفض تصعيد في المنطقة، ولكن دعينا نفرق عن ما يريده النظام. بالتأكيد هو يختلف عما يريده الاحتلال الروسي. روسيا إلى حد ما في الفترة السابقة كانت تقبل بأن تكون هذه المناطق تحت سلطة المعارضة ريثما يتم استعادتها من خلال العملية السياسية بشكل أو بآخر، على خلاف النظام الذي لطالما سعى على أن يستعيد الجغرافية في سوريا. طبعا روسيا عندما نقول بأنها كانت ربما تتقبل الفكرة، بالتأكيد هي لأنها تدرك مدى أهمية التوافق مع الجانب التركي ومدى أهمية يعني عدم الذهاب باتجاه إغضاب تركيا وهي ذات الثقل الإقليمي، فبالتالي أيضا هي سعت لأن يكون لها مكاسب ومصالح في مناطق أخرى. ولكن إن وصل الروس إلى قناعة تامة بأن تركيا قد ذهبت باتجاه تفاهمات كلية مع الجانب الأمريكي، فعندها يمكن القول بأن روسيا والنظام كلاهما سوف يدفع باتجاه استعادة إدلب وما حولها إلى سلطة النظام. ولكن ومن وجهة نظر شخصية بأنه إن حدث تفاهما تركيا أمريكيا كامل، بالتأكيد أعتقد بأن روسيا لن تعود قادرة لأن واشنطن سوف تتدخل وبثقلها في ملف إدلب وما حولها. ولكن النظام الآن هو يحاول أن يستفيد من الخلافات التركية الروسية، عسى ولعل أن يقوم بقضم
مزيد من المناطق، لأنه يدرك بأن إن حصل تفاهما ما بين الجانب التركي والجانب الروسي فعندها روسيا لن تدعم تحركات النظام العسكري في المنطقة، لأنها لا تريد التصعيد مع الجانب التركي. والتحركات الأخيرة بشكل أو بآخر، عندما يعني الآن منذ ساعات عندما شاهدنا أن الطيران التركي قد حلق في الأجواء، بالتأكيد هذا التحرك لم يأتي إلا بعد التنسيق مع الجانب الروسي. الطيران التركي لا يمكن له أن يدخل الأجواء السورية ما لم يكن هناك تنسيق مع الجانب الروسي. يعني موافقة روسيا على دخول الطيران التركي إلى أجواء المنطقة هو محاولة للتملص، ويعني عدم يعني لا تحمل روسيا جميع الالتزامات تجاه ما يحدث في المنطقة. روسيا الآن تمارس عملية يعني الإقدام والتراجع الشد، وال يعني لا تريد روسيا أن تذهب باتجاه الصدام الكامل مع تركيا، وأيضا بالتأكيد هي لا تريد أن تترك مجالا للأتراك أن يتنفذوا الصعداء في هذه المنطقة. نعم، ولكن ما الذي يمنع من تكرار سيناريو ما جرى في القطاع الجنوبي لخفض التصعيد من مناطق أخرى أكثر وأكثر مثل معرة النعمان وغيرها؟ طبعا يعني نظرنا الى الحال السياسي والحال العسكري في المنطقه وتعقيدات المشهد، اعتقد انه لم يبقى هناك اي موانع. ربما يكون هناك تصعيد في مكان اخر، ولكن يعني بالتاكيد هذا الامر يتوقف على مدى التزام الجانب التركي تجاه ما يحصل في هذه المنطقه. اعتقد ان كان يعني طبعا تركيا ومن خلال المطلع هي مشكورة على كل الجهود التي تقوم بها بهدف منع يعني أو تخفيف من معاناة ومأساة أهلنا في هذه المناطق، ولكن بكل تأكيد على اعتبار أنها قوة إقليمية ولا اعتبار أنها ضامن في هذا الاتفاق، فبالتأكيد نحن دائما نرجو منها المزيد. فبالتالي إن كان هناك موقف أكثر صرامة من الجانب التركي، وخصوصا إن كان هناك ردا عسكريا حقيقيا في الساعات القادمة، على اعتبار بأن النظام قد أعلن بشكل رسمي استهداف الرتل التركي، فبالتأكيد أعتقد الجانب الروسي سوف يعيد حساباته كليا، لأنه لا يريد يعني أن يذهب باتجاه مواجهة مفتوحة وأن يخسر تركيا، وخصوصا بعد التفاهمات الأخيرة مع واشنطن. طيب سيد سيجري، نختم معك بهذا السؤال، ولكن يعني سريعا، قلتم سابقا إن فتح معركة إدلب يعني خلط الأوراق كافة، لماذا لا نرى تحركا على باقي الجبهات؟ طبعا هذا عائد بالدرجة الأولى إلى تقديرات القادة الميدانيين العسكريين. بالتالي الآن أنا أؤكد هنا بأن المعركة على كامل المحرر هي تدار من غرفة عمليات عسكرية واحدة تضم الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير، بالإضافة إلى الحلفاء في الجمهورية التركية. قرار فتح أي جبهة أخرى هو يعتمد بالدرجة الأولى إلى يعني دراسة عسكرية دقيقة يتسنى للقوى الثورية التأكد من الأولى سوف يكون لصالح قوات المعارضة. فبالتالي هو يعني لا يستند على الأهواء والرغبات بالقدر الذي يستند فيه على كمية المصالح التي ربما تحقق، وأيضا على حجم درء المفاسد، لأنه من المعلوم بأن إن ذهبت المواجهة ما بين الجانب التركي والجانب الروسي على الأرض السورية بشكل مفتوح لكلا الطرفين، فبالتأكيد يعني ربما يكون عندنا وضع إنساني مأساوي بشكل كبير. كامل أشكرك جزيل شكر سيد مصطفى سيجري القيادي في الجيش الحر لمشاركتك معنا في هذا الملف، وأيضا كل الشكر لبدر كجاك مراسل حلب اليوم معنا من الشمال السوري، وأيضا السيد مصطفى أدريس الباحث في مركز رؤى للدراسات. مشاهدينا طبعا أشكركم على حسن المتابعة في حلقة اليوم التي ناقشنا فيها استهداف طائرات نظام الأسد لرتل عسكري تركي كان متجها إلى نقطة مورك للمراقبة، وآخر التطورات في الشمال السوري. نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج ثنايا الخبر، إلى اللقاء.